السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على التقييم الجزائري السعيد بالرحمة في مباراة ويست هام والكامار، يعني وين نقولوا بلي ويست هام يعني وسعيد بالرحمه اللي غادي ينشط النهائي، يعني ينشط النهائي. والله ما على بالي فيرونتينا شحال كملت، ما على باليش فيرونتينا شحال كملت على بالكم. المهم خليتهم 2-1، والله ما باليش، ما على باليش شحال كملوا، خليتهم 2-1 لاعبين 111 دقيقة وقيلة ولا 107 ولا 10 دقائق هكا 100 وشي، يعني رابحين 2-1 ما على باليش شحال كملوا. وين نعاودوا نولوا نتكلموا على سعيد بالرحمه، وين تأهل رسميا الى النهائي دور المؤتمر الاوروبي، يعني وين شارك جناح الدولي الجزائري سعيد بالرحمه صاحب 27 عام اساسي في انتصار فريق ويست هام يونايتد بهدف لصفر امام الكامار الهولندي مساء الخميس ضمن اياب النصف النهائي مسابقه دور المؤتمر الاوروبي. وانتظر ويست هام يونايتد حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق الفوز على الكامار بعدما أحرز بابلو يعني الهدف الفوز في الوقت المتأخر بالدقيقة 94 ليبلغ ويست هام نهائي بنتيجة 3 أهداف لهدف ذهاب وإياب. يعني هذا هو بالرحمة اللي وكاينة واحد الهدرة باللي قال لك بالرحمة يبقى يعني في القائمة السوداء بالنسبة لهذا المشرف اللي هو في القائمة السوداء. نورمالمون هذا المشرف يكون في القائمة السوداء، مشرف تاع منتخب وطني نورمالمون هو يكون في القائمة السوداء. وين بالرحمة يعني كاع يتنابحوا على بالرحمة 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 بالرحمة، بصح كي تجي قائمة تاع ليكيب ناسيونال ما كاش بالرحمة، يقول لك بالرحمة ما مد والو ليكيب ناسيونال. يا ودي قولوا لي بالرحمة شحال لعب، شحال لعب من دقيقة، حسبوا لنا بالرحمة شحال لعب من دقيقة، حسبوا لنا بالرحمة شحال لعب الوقت والمباريات اللي لعب فيهم. مباريات بالرحمه دائما كان يدخلها تكون بارتيه كملت، يا تكون كملت نكونوا داخلين في حي، يا تكون رابحين 4-0 ولا 3-0. مي كانت مي كنا نلقاو جيبوتي ونلقى بالرحمه كيما هاك، هذه هي الرحمه اللي هنا اللي هنا اللي ما فهمناش. كيما نهار اللي ولا يقول لك بريست ولا رادين باللي بريست مية ليكيب في اوروبا، باش تعقلوا عليا بريس 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 بريس، قلت لكم يا ودي بريس توما. بعد انشاكسيو انشاكسيو انشاكسيو، بعد واحد دخل الدنمارك، جماعة دخلتوا لبريس، اللي دخلوا ابوناو في الصفحة تاع بريس كاع يخرجوا. يا ودي بريس نهار اللي أسوا النادي تاعهم ما كانوش يقارعوا الواحد الواحد مخنس يطلب من الناس يدخلوا ومن بعد يطلب من الناس يخرجوا، ما كانش يقارع، ما كانوش يقارعوا، ما يسمعوش ما يسمعوش، ما كانوش يسمعوا بلي غادي يجي ويلعب عندهم بلادي ويديروا فيه مزيه ويسلكوهم البطاله ومن بعد يعاودوا. اش دار فيه، دار فيه مزيه، اش قدم، اش قدم لبريست؟ قولوا لنا اش قدم لبريست؟ راح لاجاكسيو اش قدم في اجاكسيو؟ اش دار؟ ما كان والو. حنا ماناش ضد بلادي ولا انا والله ماني ضد بلادي، هذا الناس اللي هذي قطر القطري رديتوها جوفانتيس، قطر القطري هذاك صاحب الصدق والمصداقية والمساحات الضيقة مؤمن ما تعقلوش كان يدير، كان يقول لهم جماعة اليوم كلاسيكو الأرض شكون؟ قاتل قطري مع السد، فما يعرف بلي الدعوة راهم صايق راهم غاسلينكم دماغاتكم ودايينكم للحيط، وصح روحتوا للحيط صح، هذه هي. يعني وسبق لويست هام يعني اليونايتد بفوز بلقب الأوروبي واحد في قبل يعني من قبل يعني في تاريخه عندما حقق كأس كؤوس الأوروبية وذلك موسم يعني 1964-1965 بعد فوزه على فريق يعني ميونيخ يعني 1860 ميونيخ 1860 وين فاز عليه بهدفين لصفر يعني في كأس كؤوس الأوروبية يعني 1964-1965 كانوا مسمينو ميونيخ 1860 ربحه 2-0 في النهائي. هذا هو ويست هام. ومن بعد تسيبهم يهضر لك على أجاكسيو، يهضر لك على بريست، يهضر لك ناس يعني بطولات تاع ألقاب
وبطولة كون ما تكونش قادم لها ما دير والو، ما تخدم ما توصلش، هذه هي. وين تقييم بالرحمة أمام الكمال، وين منحت منصة سوفاسكور المختصة في إحصائيات كرة القدم بالرحمة تقييم 6.7/10 بعد أن شارك لمدة 75 دقيقة قبل أن يترك مكانه لصاحب الهدف بابلو بدل يعني منه. أرقام سعيد بالرحمة أمام الكمار، أداء بالرحمة كان متراجع بعض الشيء مقارنة بمباراته السابقة مع ويستهام، حيث لم يصوب إلا تسديدة واحدة وكانت خارج المرمى خلال 75 دقيقة، وتمكن من قيام بمراوغتين ناجحتين. يعني نقولوا دقة التسديدات يعني والتمريرات واستعادة الكرات، لمس الكرة، فوز بثنائيات، يعني كل هذا. وين نقولوا باللي كان دقة التسديدات يعني واحد يعني في 75 دقيقة كانت واحدة، يعني وين دقة التمريرات كانت 90.9%. استعادة الكرة مكاش، لمسة الكرة 35 مرة، الفوز بثنائيات من أصل 3، يعني فاز بثلاثة من أصل 5. يعني وشارك بالرحمة في دقيقة 49 مباراة إجمال بكل بطولات، يعني 49 مباراة إجمال بكل بطولات مع ويستهام بموسم الحالي، وتمكن من تسجيل 11 هدف وصناعة 5 أهداف. مباراة يعني مباراة وين مباراة وهدف أسيست، يعني أسيست يعني دقيقة بطاقة، يعني كأس مباراة لعب 49 مباراة، الأهداف 11، أسيست 5، الدقائق 228 دقيقة، بطاقة صفراء بطاقة حمراء مكاش. يعني وين هذه هي نقولوا حنايا الله ينجحها برك، هذه يا خويا حنا الله ينجحها لعاب كيما هذا ان شاء الله بربي يكون في الله. وين كاين اصداء يعني وين تشوف يا ودي بن ناصر ما غاديش، شو بير بن ناصر غادي يكون، يا ودي بن ناصر ما غاديش يكون، يا ودي نعلو الشيطان والله لا غير تبريكودو والله العظيم. بالرحمة لأننا نعرضو حنا نعرضو على بالرحمة، وين هذا هو وين تأهل الدولي الجزائري السعيد بالرحمة إلى نهائي دور المؤتمر الأوروبي بعد فوزه رفقة ناديه. يعني وسجل بابلو يعني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة، وكان بديل تاع بالرحمة، ويعد بالرحمة أول جزائري يبلغ نهائي هذه المنافسة الأوروبية حديثة النشأة منذ انطلاق سنة 2020-2021. ويذكر أن المواجهة الذهاب التي أقيمت على أرضية ستاد لندن الأولمبي انتهت بفوز رفقاء الجزائري السعيد بالرحمة بهدفين لواحد، وتقام يعني وتقام المباراة النهائية يوم 7 جوان في مدينة يعني وين نقولوا بلي في المدينة في مدينة براغا التشيكية. واختير الدولي الجزائري والنجم نادي ويستهام أفضل لاعب في الأسبوع الماضي بدور المؤتمر الأوروبي، وساهم بالرحمة في فوز فريقه ويستهام على الكامار الهولندي الخميس الماضي ذهاب نصف النهائي بهدف لهدف. ويملك المهاجم الجزائري 11 هدف وخمس يعني تمريرات حاسمة، سجل 6 في الدور الإنجليزي، ممتاز سنين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث أهداف في الدور المؤتمر الأوروبي. هذه هي، ونتمنى له الخير إن شاء الله ربي. محرز تكاليفة فانيك بالرحمة تكاليفة مليحة، هذه يا خويا هذه هي، حنا الله ينجحهم. هذه يا خويا الله ينجح كل واحد. المهم وين الله ينجحه، متالي كاع الله ينجحه، الله ينجحه ان شاء الله يربدها هو يربد لاكوب، هذه هي اللي نتمناها ان شاء الله يربد لاكوب. صحيح وخاوتي،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو باش دائما معكم بجديد، ومشي ابوني معنا ودائما معكم. صحيتو خاوتي.